قبل الفاصل كانت دينا اشارت لنموذج من الحاجات اللي تفتح النفس. يعني احنا دايما بندور على النماذج المضيئه وبنلقي عليها ضوء اكتر عشان في وسط السلبيات اللي احنا عايشين فيها نحس ان في امل. وفعلا عندي قناعه كامله ان في امل طالما في اراده. السيده ليلى اسكندر هي سيده مصريه. اقول بقى من الاخر ولا من الاول؟ تعالوا نرجع شويه بالزمن. بدات حياتها في امريكا لما راحت عندها 9 سنين وكانت بتبيع الهوت دوج. النهارده بقت فين؟ من اكثر 100 شخصيه مؤثرين ماليا في امريكا. قصه كفاح محترمه. تعالوا بقى نسمع بقى منها هي القصه نفسها. استاذه ليلى مساء الخير يا فندم. مساء النور. الف مبروك وبنتشرف بحضرتك وبكل نموذج مصري. يعني بنرفع راسنا كده ونقول احنا مصريين. انا متشكره جدا جدا على المكالمه دي وعلى التهنئه دي. احنا استاذه ليلى فخورين بيكي ده اكيد، لكن عايزين نسمع منك يعني اذا صح التعبير كلمه احنا بنسمي كده السيدات المصريات هم وزيرات ماليه ومخططين ماليين برضو بس على قطاعات صغيره. يعني عايزين كلمه منك لاداره الماليات في مصر بشكل عام. هل تعتقدي اننا بنحتاج لبعض التوصيات اللي بالتاكيد حضرتك كونك مربوطه بمصر من خلال مؤتمرات مصر تستطيع وفي قناه مفتوحه بينك وبين مصر باشكال كثيره، ايه الاستشاره الماليه الاهم اللي بتعتقدي ان مصر محتاجه لها؟ الحقيقه انا دلوقتي من ساعه ما رجعت من مصر تستطيع وانا بعمل ريسيرش كبير قوي، وان شاء الله وزيره نبيله مكرم هتيجي لنا هنا الشهر الجاي وانا محضره ريبورت مخصوص عشان اديها لها على حاجات ممكن مصر تعملها بالاقتصاد وتزود الاقتصاد كتير قوي، لان اهم حاجه هنا ان ال في مصر البورصه والشركات بتاعت مصر تبتدي تغير الطريقه اللي بيعملوا بيها بحيث ان هم يخلوا اللي بيشتغلوا عندهم كمان يبقى اونر بس مش بيشتغلوا. فعايزين نعمل حاجه ستوك اونر شيب وحاجات ريتايرمنت بلانز، وانا بعمل ريسيرش كبير قوي وهديها ان شاء الله الريسيرش بتاعي وهكلم معاها لما تيجي هنا. هتيجي هنا في اكتوبر 21 عشان بتعمل فند ريزنج لمستشفى اول ويك. استاذه ليلى طب انا بقى اللي يهمني معلش او يعني اللي عندي يعني شغف اني اسمعه قصه كفاح حضرتك من اول الهوت دوج لغايه النهارده. وده كفاح ده حاجه طويله قوي وحاجه يعني الواحد الحقيقه ربنا ساعدنا كده وعملت بيها، لكن انا فعلا جيت وانا صغيره جدا وانا في الهاي سكول ابتديت كنت بشتغل على ستاتن ايلاند فري ببيع هوت دوجز وبرسلز وكده، وبعدين بعد ما طلعت من هاي سكول جيت هنا في كاليفورنيا ودخلت كليه في سي ال اي، وكان انا بابايا كان مدير بنك اسكندريه في مصر. فطول عمري كنت بحب ان انا يعني الاموال والانفستمنت وكده، بس انا جيت هنا لقيت ان دي فعلا حاجه كويسه. وابتديت صغيره جدا جدا، اول كلاينت كان عندي اديني 20,000 بس اعمل دي انفستمنت، ودي يعني لما تديني ال 20,000 دي ما نمتش طول الليل، ازاي واحد يثق فيا ان هو يديني 20,000 تعمل بيهم استثمار بعد كده اعمل بيهم استثمار. فبعد كده شويه شويه ابتديت اعرف ان دي الاستثمار في الاسهم والبورصه دي احسن الاستثمارات في العالم ودرستها كويس جدا، وابتديت يعني فتحت الشركه بتاعتي وابتديت انقي الناس تشتغل معايا تكون بتعمل الحاجات اللي انا ما بعرفش اعملها. طب دلوقتي المحفظه اللي تحت اداره حضرتك فيها كام كده واللهم لا حسد يعني؟ فيها حوالي 1.5 بليون. ما شاء الله مليار ونص دولار. حضرتك بتديري استثمارات ماليه للاخرين بمليار ونص دولار. ايوه احنا فخورين بيكي ودايما يعني نبقى فخورين وسعداء اكتر بكونك على اتصال بمصر وخبراتك دي كلها نقدر نستفيد بيها. مشكورك جدا جدا استاذه ليلى. اهم 100 شخص